تأخذون البرحان والكديش وجد تناظرون علي. هذا اللي عند الهلال اللي يخلي عليه هنا ابو يو 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 الله لا يوفقك يا شيخ. قلب قط ابو حازم وش ذا؟ الله لا يوفقك والله شلخ يا يا ولد يبب. وش صار يا ابو حازم؟ اقسم بالله مجرم يا ولد غطربي انشراح 26 سنه اكتب فرص حمد الله الظاهر ابو حازم نفس بيريرا نفس بيريرا طلع له مقاطع لا 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 والله لا نفس بيريرا لا والله ما بنفس بيريرا يا ويل 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 اسالكم بالله يا ابو خالد اعطني قلب فعلا تعاقدتم معه ايه هو كل بالي انت الله لا يبارك بعد. فيه الله لا يبارك لكم فيه يا ابو حازم ما هو من الصندوق من نادي الهلال الله لا يبارك كل بالي حرام يا جسم عليك باقي يعني باقي ثلاثة من الصندوق يا ويلك يا ابو حازم اقسم بالله شوفوا انا كرهتكم من النصراويين خلاص ابو حازم ابو حازم الرياضي عاجل الناس تتقبى لكل بضاعه اسمع العاجل اسمع العاجل عاجل الرياضيه بعد قليل الهلال اعتذران وباقي اثنان شكل في اثنين ساحبين عليهم لعيبه عاجل الرياضيه بعد عاجل النصر يصرف تعاقد عن حكيم زياش بعد تحليل المحلل الفني ابو حازم صرف النظر عنه هذا من مراسلنا في جريده الرياضيه محمد الفارس تفضل لا 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 هذا واحد اسمه داي التريق لكن ان شاء الله باذن الله تعالى ان كلامي يطلع غلط باذن الله يا ولد يا لعان يا الله لا يوفقك ابو حازم الله يمكم الدوري الموسم القادم المنافسه بين النصر والهلال كره القدم يا شيخ يهبوا يلي قال يا اخي هذا عافيه متعافيه مجنون خبر يا رجال تزيد تدعي عليهم يزيدون قوه هذه المصيبة الله يصيبهم ما عندهم نادي عيا ما يجيه شيء يا ولد يوم يلقط الكرة من قلبه علي الحرام لا مكسب كيف جابوه وين حقينا البخير حقينا جابوا لك زياش أقول لكم الله لنسدت نفسي على الحرام ترى يا هلاليين إذا جاء لعبكم شيء ترى السبب أبو حازم قبل ما يبدأ الدوري تلقى يجي صار الله لا يوفقهم في كرة القدم يا شيخ ترى ما مشكلة يا ولد وانت دعالي ما يتعدون كل شيء ذا ضد المصايب